السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ واضح الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بالمتواجدين وبالجميع في هذا اللقاء اللي هو التعويضي او البديل عن المحاضرتين الخامسه والسادسه الاسبوع الماضي. في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 29/10/1440 للهجره. طبعا في هذا اللقاء يعني ان شاء الله يكون مثلا استعراض، احاول يعني استعرض اكثر يعني قدر ممكن من يعني المقرر الماده. بالنسبة لي يعني إن شاء الله عليكم سوي يعني يكون طرح أسئلة فيما يتعلق بالمقرر بصفة عامة. مثل سؤال من مصادر تاريخ الدولة السعودية كتاب عنوان المجد تاريخ نجد مؤلفه اللي هو من عثمان بن بشر، وايضا طبعا كي ايضا كي يعني هذا من المؤلفات يعني من مصادر تاريخ الدوله السعوديه يعني خاصه الدوله السعوديه الاولى والثانيه، ايضا كذلك هناك مؤلفات اخرى مثل سيد الغنام كتاب مطلق مثل اسحاق الامام، وايضا يعني كتاب ايضا من تاريخ الشيخ الوهاب حسن الدوائر طبعا هذا يعني ايضا هذا يعتبر من المراجع ايضا في الدكتور عبد الرحيم ايضا مؤلفات تاريخ المملكه السعوديه سيمس اول الثاني ايضا من المصادر التاريخ السعودي خاصه الدرجه الاولى كتاب او يعني محمد او كتاب الاخبار النقديه لمؤلف محمد الفاخر بن عمر الفاخري وغيرها من المؤلفات. إذا بالنسبة لهذا اللي يكون يعني من مصادر تاريخ الدولة السعودية فتكون هذه المصادر، أيضا كذلك يعني بالنسبة لي أيضا سؤال يعني ما هي أو يعني ذكرنا أن يعني المانع الغيبي أنه يعني كان يعني هاجر منطقة نجد و يعني استقر في شرق المجلس العربية ثم عاد من هناك في منتصف القرن التاسع الهجري سنة 805 هجرية. متى قدم الوريدي بشرح المجلس العربية في عام 850 هجرية أي منتصف القرن التاسع الهجري. أيضا وهو الذي قام بإنشاء وبناء الدرعية طبعا ذكرت في سنة 805 هجرية. أيضا لماذا سميت الدرعية بالدرعية نسبة لابن درعة وإحياء لموطن القديم. أيضا ما هي عاصمة الدولة السعودية الأولى؟ هي الدرعية. ما هي مؤسسة الدولة السعودية الأولى؟ هو الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مدرب. أيضا بالنسبة لعهد لقد تميز عهد الإمام بن زين محمد بعدة سمات أو بسمات عدة أبرزها اتساع سلطة الدولة ودخول الرياض في نفوذها، أيضا ضمه للقصيم وكذلك الأحساء انتشار الدعوة الإصلاحية انتشار كبير وقوة الناس عليها بمختلف أنحاء الجزيرة العربية. ايضا قبل ذلك ايضا السؤال لقد حدث في فتره امارته الدرعيه اتفاق الدرعيه بينه وبين الشيخ محمد بن الوهاب، كما تحول الدرعيه في عهده من الاماره الى دوله. من هو هذا الشخص؟ سؤال انا قلت سؤال لقد حدث في فتره لقد حدث في فتره امارته الدرعيه اتفاق الدرعيه بينه وبين الشيخ محمد بن الوهاب، كما تحول الدرعيه في عهده من الاماره الى دوله. ومن واضح الكلام واضح؟ طيب سؤالي واضح؟ الصوت واضح؟ واضح الصوت؟ الصوت واضح؟ طيب الصوت واضح؟ طيب
هذا واحد يقول قط واحد يقول واضح. حد ما أدري الجهاز كله. صوت واضح. طيب إذا سؤال قلت أنا لقد حدث في فترة إمارته للدرعية اتفاق الدرعية واتفاق بينه وبين الشيخ محمد الوهاب كما تحول الدرعية في هذه من إمارة إلى دولة وهو من سؤال يعني الصوت واضح. الصوت واضح. السلام عليكم. نعم طيب. سؤالي أقول أنه حدث في فترة إمارة الدرعية اتفاق الدرعية بينه وبين الشيخ محمد الوهاب كما تحول الدرعية في عهده من إمارة إلى دولة وهو من؟ السؤال من هو هذا؟ محمد بن سعود. ممتاز. أيضا مؤسس الدولة السعودية الأولى ذكرت أن ماذا هو الإمام محمد بن سعود أو محمد بن سعود محمد. طيب ايضا اقول يعني انه يعني من الاسئله كذلك انه يعني ايضا متى قامت الدوله السعوديه الاولى؟ سؤال متى قامت الدوله السعوديه الاولى في عام كم؟ الدوله السعوديه الاولى قامت في عام كم؟ 1157 هجريه. ايضا بالنسبه لي يعني ذكرنا أيضا ما تميز به عهد الإمام عبد العزيز محمد ويعني هو الحاكم الثاني حكام الدولة السعودية الأولى يعني انتشرت يعني قلنا يعني اللي هو تميز العهد بماذا بإتساس الدولة دخول الأرض في نفوذها ضم القصيم وكذلك الأحساء انتشرت الدعوة الإصلاحية انتشارا كبيرا قول الناس عليها مختلفة الحال الجزيرة العربية. أيضا اتسم عهد الإمام عبد العزيز محمد بقوة شخصيته وقدرته على مباشرة تصريف شؤون الدولة وقيادة الحملات بنفسه. ايضا سؤال كم عدد حكام الدوله السعوديه الاولى؟ سؤال كم عدد حكام الدوله السعوديه الاولى؟ كم حاكم او امام؟ كم حاكم او امام؟ اربعه ممتاز. اربعه ائمه واربعه حكام. طيب ايضا سؤال لقد بلغت الدوله السعوديه الاولى في عهد اوج قوتها السياسيه والعسكريه والاقتصاديه وتم ضم مدن الحجاز بما فيها الحرمين الشريفين الى حكمه هو الامام من؟ والإمام سعود بن عبد العزيز الحاكم الثالث. نعم ممتاز. أيضا قلنا أيضا نقول ماذا يعد في الواقع عصره العصر الذهبي للدولة السعودية وهو الإمام من؟ يعد في الواقع عصره العصر الذهبي للدولة السعودية الأولى وهو الإمام من؟ سؤال سعود بن عبد العزيز. ممتاز. الحاكم الثالث هو الإمام سعود بن العزيز الإمام سعود بن عبد العزيز. ايضا من ابرز التنظيمات الاداريه في عهد الامام سعود بن عبد العزيز انه نظام ماذا؟ نظام التضمين. نظام التضمين. ممتاز. ايضا كان ايضا يعني كما قلنا نظام التضمين وضحنا ذلك. ايضا قلنا ايضا من عندنا سمات المرحلة الأولى من مراحل توحيد الدولة السعودية للنجد أن الجهود التي بذلتها الدولة السعودية الأولى كانت محدودة وقوتها كانت محدودة فقط. كان أشد خصومها أمير الرياض هامد دواس. انضمام بلدات نجدية جديدة للسعودية للدولة السعودية الأولى وأبرز هذه البلدات بلدتين شقراء وضرما فقط أو مثل ذلك. أن الجهود يعني من سمات المرحلة الأولى من مراحل توحيد الدولة السعودية للنجد يعني اللي هو ايضا السودان فقط ان الجهود التي بذلت الدوله السعوديه الاولى كانت محدوده وقوتها كانت محدوده. كان اشد خصومه من الرياض هامد دواس انضمام بلدات نجديه جديده الى الدوله السعوديه الاولى وابرز هذه البلدات بلدتي شقراء وضرما. اذا جميل ممتاز. السؤال اجابه صحيحه وجميل ما ذكر ذلك.
ايضا قلنا او يعني ايضا من اسباب مخاجر من كامل دواس امير الرياض المنفوحه انه وراه من انصار الدعوه، وان مروه منفوحه قد انتزعوا هذه الاماره من اصدها من قبل 20 سنه، وقوى الرياض بين الدرعيه ومنفوحه، ويعني وهذا كله صحيح هذا شيء ما ذكر. كم استغرق توحيد الدروس للملك؟ ان 40 سنه او اكثر من 40 سنه من اشد ان خصوم الدوله في المرحله الاولى من مراحل توحيد الدروس للملك هو من دواس امير الرياض. ايضا لقد تم توحيد النجد من قبل الدوله السعوديه الاولى على مراحل، فكم عدد تلك المراحل؟ قلنا 3 مراحل يعني، وذكرنا في المرحله يعني، وايضا من سمات المرحله الاولى ذكرناها يعني التي قبل قليل. ايضا بالنسبه لمحمد بن سعود توفي عام كم؟ 1106 هجريه. ايضا من ابرز سمات المرحله الثانيه مراحل توحيد الدوله السعوديه النجد ان الدوله السعوديه الاولى واجهت وتعرض لغزو والتدخل الخارجي من امير الاحساء وصاحبه رئيس نجران الحسن بن هبه الله المخرمي. ايضا بالنسبه لي يعني سؤال، لقد دخل لا حدث في عهدي في عهدي في عهدي دخول الرياض في نفوذ، لقد او قل سؤال حدث في عهدي دخول الرياض في نفوذ الدولة السعودية الأولى سنة 1180 وكالة الأحساء واتساع سلطة الدولة السعودية الأولى، وهو الإمام من؟ هو الإمام محمد، عفوا هو الإمام، هو الإمام من؟ عبد العزيز بن محمد، هو الإمام عبد العزيز بن محمد. واضح سؤالي؟ واضح. أقول سؤال حدث في عهدي دخول الرياض في نفوذ الدولة السعودية الأولى سنة 1180 لفترة الإمام عبد العزيز محمد من 1176 إلى 1218، إذا يعني فترة الإمام عبد العزيز محمد، وحدث في عهد دخول الرياض في نفوذ الدولة السعودية الأولى سنة كم؟ 1180 وكالة الأحساء واتساع سلطة الدولة السعودية الأولى، هو الإمام من؟ عبد العزيز بن محمد. واضح كلامي؟ طيب يا اخي استمعوا للكلام بعد ذا، مو بلازم اذا انا ما عندي مشكله، ترى انا ما عندي مشكله اني ما يعني اجل، لكن ترى يمكن ما ننهي الا الدوله السعوديه الاولى، اذا تبغون الشيء هذا انا ما عندي مشكله. اذا انكم ما تبغون الشيء هذا ترى ما عندي مشكله، يمكن اعيد السؤال وشوي، لكن احنا ما ننهي الا الدوله السعوديه الاولى، انا ما عندي مشكله، اعيد السؤال وشوي شوي، ها؟ انا ترى شوف يعني بقول لكم ترى بالنسبة لي يعني لما أنا ترى ملزم إني أطرح أسئلة، ولا أنا بلا ترى ملزم إني يعني أنا ممكن أشرح وكذا وأقول أرجع للقائمة أو قصدي للمسجل في يعني في 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 ما في علامات التعليم عن بعد، يعني هو المسجل في علامات التعليم عن بعد المفروض ترجعون تسمعون له، يعني أنا مجرد إني يعني أنا لما أطرح أسئلة يعني كم يعني مثل يعني توضيح أكثر أو ربما التركيز على بعض الأشياء. ولا ممكن مثلا اشرح وتستمعوا لهذه يعني اللقاءات، او يعني مو شرط اني ترى انا اطرح اسئله، ولا انا ملزم بالشيء هذا، بس انا من باب يعني ايش التسهيل لكم، وايضا كذلك من باب يعني التوضيح اكثر، هذا المقصود، ترى انا لست ملزما باني اطرح اسئله عليكم، الا انتم ممكن تسالون ولا كذا، يعني ولا انا اشرح اتحدث بس. واضح كلامي؟ طيب اقول انه يعني بالنسبه لي يعني لقد كان لامير بريده دور في ادخال جبل شمر او حائل تحت حكم الدوله السعوديه الاولى، فمن هو ذلك الامير؟ شو اسمه؟ هو من؟ وحجيلان بن حمد، وحجيلان بن حمد امير بريده. اقول ايضا من يعني من الامور التي دعت الدوله السعوديه الاولى لضم منطقه الاحساء الاهميه الاقتصاديه والزراعيه، الأهمية البحرية، عدم قبول المنطقة لسلطة الدولة العثمانية حينذاك، وهذا يعني وهذا صحيح، يعني أن يعني هذا من يعني يقول يعني من أهم أو يعني من الأمور التي دعت الدولة أو دفعت الدولة السعودية الأولى لي يعني ماذا لي ضم منطقة الأحساء أو الاستيلاء على منطقة الأحساء للدولة السعودية الأولى. نعم. طيب سؤال يعني مثلا
بالنسبة للسؤال أيضا، أيضا السؤال: لقد أرسلت الدولة السعودية الأولى حملة عسكرية سنة 1200 هجرية لإصلاح جبل شمر بقيادة أمير الريدة حينذاك، هو من؟ كما قلت له من؟ جيلان بن حمد. جيلان بن حمد. لقد أرسلت الدولة السعودية الأولى حملة عسكرية سنة 1200 هجرية لإصلاح جبل شمر بقيادة أمير الريدة حينذاك، وهو جيلان بن حمد أمير الريدة. أيضا بالنسبة أقول أيضا الدولة السعودية الأولى أيضا كذلك متى ضمت الحجاز؟ ضمت الحجاز عام كم؟ 1220 هجرية. أيضا ضمت الأحساء عام 208 هجرية. طيب أيضا الدولة السعودية كما قلت يعني ذكرنا يعني قبل تعرض الدولة السعودية الأولى لحدود من خارج نجد من قبل كما ذكرنا حكام الأحساء ورئيس الهجران المكرمي والأشراف الحجاز لخاصة الشيخ الغالب. أيضا لماذا استغرق توحيد الدولة السعودية الأولى لند حوالي 40 سنة أو 40 سنة أكثر؟ لأن أمراء البلدان وزعماء القبائل في نجد كانوا ينزعون إلى الاستقلال وشعورهم السلبي تجاه الوحدة الإقليمية. أيضا من أبرز أمراء إقليم الفرس زمن الدولة السعودية الأولى هو زيد بن جامع أمير الكويت. سؤال: ما هي أبرز النتائج التي أسفرت أو نتجت عن استيلاء الدولة السعودية الأولى على الأحساء؟ كما ذكرت أن الدولة السعودية الأولى استولت الأحساء عام 1208 هجرية، ونتج عن ذلك عدة نتائج أبرزها اتساع نفوذ الدولة السعودية الأولى. أصبح للدولة منفذا بحريا مباشرا، أيضا أصبح الطريق موحد للنسبة الدعوة الإصلاحية في الأحساء وما حولها. لقد أرسل قائد الدولة السعودية الأولى حملات عدة في إخلاء الأحساء بقيادة من؟ بقيادة إبراهيم بن فيصل وإلى الأمير السعودي بن عبد العزيز. أيضا هل الدعوة الإصلاحية لدولة من الدخاب دخلت ووصلت الحجاز السليمة؟ تعقيب أنها وصلت مشوهة من قبل خصوم الدعوة في نجد. بعض العلماء المعارضة للدعوة قاموا بتشويه الاحتلال في منطقة الحجاز. أيضا من هو أشد خصوم وأعداء الدولة السعودية من قبل أشراف الحجاز؟ هو الشريف غالب ومساعد. لماذا لم تقدم الدولة العثمانية مساعدات عسكرية الشريف غالب عندما بدأت محاربة الدولة السعودية الأولى وأخذ محاربة الدولة السعودية الأولى؟ بسبب عدم ثقة الدولة العثمانية في الشريف غالب، وكذلك لانشغال المشاكل الداخلية. أيضا الشريف غالب ذكرنا أنه أرسل حملتين ضد الدولة السعودية الأولى، الحملة الأولى في عام 2005 والحملة الثانية في عام 2010. الحملة الأولى كانت بقيادة 2005 بقيادة الشريف عبد العزيز أخو الشريف غالب، والحملة الثانية كانت بقيادة الشريف أو بقيادة الشريف ناصر بن يحيى بقيادة هنا. وأيضا حدث في الحملة الثانية معركة الجمالية في القرب من ظلم وأبيب أو شرق الطائف. أيضا متى دخل الأمير سعود بن عزيز مكة؟ سنة 2018 في شهر محرم من عام 2018 أو نقول 8/1 من عام 1218. أيضا عندما دخل الأمير سعود مكة المكرمة في سنة 2018 أزال ما كان يراه مخالف لتعاليم الدين الإسلامي مثل ماذا؟ حدم القباب المبنية على القبور، ضرب الجار على الأهالي، المنادات المواظبة على صلاة الجماعة خلف إمام واحد في الحرم المكي. أيضا قام بإرسال رسالة للسلطان العثماني سليم الثالث يطلب منه فيها أن يمنع ولاته أو الحجاج القادمون من الولايات العثمانية سواء مصر أو الشام من اصطحاب الطبول والمزامير وأشياء مخالفة للدين، وكان تصحب المحمل. هو المحمل كما نقول عبارة عن يعني ماذا يعني جمل يعني يحمل كسوة الكعبة المشرفة ويسحبه جمال وطبول المزامير أثناء دخوله لمكة المكرمة على المحمل. أيضا الحجاز من خلع عام 2020 هجرية. أيضا من عوامل دخول عسير تحت حكم الدولة السعودية الأولى اقتناع زعماء عسير وفي مقدمتهم عبد الوهاب وأخي محمد بالدعوة الإصلاحية.
أيضا من هو آخر حكام الدولة السعودية الأولى؟ هو الإمام عبد الله بن سعود. أيضا من الأسباب التي ساعدت الدولة السعودية الأولى على الانتصار على الشريف غالب وضم الحجاز أن الدولة السعودية عندما دخلت في صراع مع الأشراف كانت قوية، أن قوات الدولة السعودية الأولى كانت تقاتل عن عقيدة آمنة بصحتها وتعمل على حمايتها ونشرها. اقتناع الدولة عفوا أو امتناع امتنعت الدولة أو امتناع الدولة عن مساعدة الشريف غالب لانشغاله كما ذكرنا مشاكلها الداخلية، يعني كل هذه أسباب وعوامل ساعدت الدولة السعودية الأولى عندما دخلت مالها في مواجهة عسكرية مع شريف غالب وضم الحجاز. كما قلت أن الدولة السعودية عندما دخلت في صراع مع الأشراف ومواجهة عسكرية كانت قوية، أن قوات الدولة السعودية الأولى كانت تقاتل عقيدة آمنة بصحتها وتعمل على حماية ونشرها. أيضا اقتناع الدولة العثمانية أو امتناع الدولة العثمانية عن مساعدة شريف غالب لانشغالها بمشاكلها الداخلية. أيضا يعني كذلك ربما ايضا كذلك ايضا تخلي عثمان المضايقي عن الشريف غالب وانضمام الدوله السعوديه الاولى ايضا من الاسباب اللي تساعد الدوله في انتصار الشريف غالب. ايضا ما هي اسباب ازدهار الناحيه العلميه زمن الدوله السعوديه الاولى؟ ما هي اسباب ازدهار الناحيه العلميه زمن الدوله السعوديه الاولى؟ اهتمام أمة الدولة السعودية الأولى بمجالس العلم، وجود المكتبات الخاصة في الدرعية، توفر المؤلفات والكتب الشرعية. أيضا من هو قائد الحملة الأولى التي أرسلها محمد علي باشا ضد الدولة السعودية الأولى؟ هي من؟ هو طوسون باشا. من هو قائد الحملة الثانية التي أرسلها محمد علي باشا الوالي على مصر طول الدولة العثمانية لمحاربة الدولة السعودية الأولى؟ هو إبراهيم باشا. كم استمر حصار الدرعية من قبل إبراهيم باشا؟ قلنا 6 أشهر. متى سقطت أو انتهت الدولة السعودية الأولى؟ سنة 1233 هجرية. انتهت الدولة السعودية الأولى عام 1233 هجرية. طيب. واضح كلامي معي؟ ماشي معي أنتم؟ طيب. أيضا أن يعني أو سؤال من الحملات التي أرسلها محمد علي باشا الوالي على مصر من قبل الدولة العثمانية لمحاربة الدولة السعودية الأولى والقضاء عليها حملة إبراهيم باشا مثل ألف حملة خورشيد باشا، جيم حملة إسماعيل بك، دال حملة إبراهيم باشا وحملة خورشيد باشا وحملة إسماعيل بك. واضح الصوت؟ صوت واضح؟ صوت واضح؟ طيب. هذا يقول طيب سؤالي انا اقول من الحملات التي ارسلها محمد علي باشا الوالي على مصر من قبل الدوله العثمانيه، من الحملات التي ارسلها محمد علي باشا الوالي على مصر من قبل الدوله العثمانيه بمحاربه الدوله السعوديه الاولى وليس الثانيه، محاربه الدوله السعوديه الاولى والقضاء عليها. الف حمله ابراهيم باشا، ب حمله خورشيد باشا، ج حمله اسماعيل بك، د كل ما ذكرت لي ابراهيم باشا وخورشيد باشا وحمله اسماعيل بك. اسماعيل بك السؤال ممتاز صحيح هي حمله ابراهيم باشا، لان يعني خالد بن اسماعيل بك او خالد بن سعود هذا في وايضا خورشيد باشا في الدوله السعوديه الثانيه وليس الاولى. طيب ايضا انتهت الدوله السعوديه الاولى في فتره حكم سنه 1233 هجريه هو الامام من؟ انتهت الدولة السعودية الأولى في فترة حكمه سنة 1233 هجرية والإمام من؟ الإمام عبد الله بن سعود صحيح. الإمام عبد الله بن سعود الحاكم الرابع. أيضا قلنا أيضا سؤال لقد بدأت حملات الدولة العثمانية عن طريق واليها على مصر محمد علي باشا منذ عام 1226 هجرية ضد الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام من؟ واضح سؤالي. لقد بدأت حملات الدولة العثمانية عن طريق واليها على مصر محمد علي باشا منذ عام 1226 هجرية ضد الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز، عبد العزيز بن محمد، عبد الله بن سعود، عبد... هنا.
أو محمد بن سعود أو غيره، أو عبد الله بن فيصل بن تركي. واضح؟ لا، وعرف في عهد الإمام مسعود بن عبد العزيز. يجب أن تعرفوا مثل يعني فترة حكم كل واحد، يعني 1920 الإمام مسعود بن عبد العزيز يحكم، توفي عام 1920، يعني قلت لقد بدأت حملات الدولة العثمانية عن طريق والي على مصر محمد علي باشا منذ عام 1920 ضد الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام مسعود بن عبد العزيز. بدأت حملات الدولة العثمانية ضد الدولة في يعني نقول ربما في أواخر 26 1926، وتوفي الإمام مسعود بن عبد العزيز عام 1929، يعني واجه وجابها الإمام سعود يعني على حملة قصر باشا. إذا الإجابة الصحيحة عبد الله بن عبد وليس عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود هو يعني أيضا تواصلت الحملات، ويعني حملة إبراهيم باشا، وأيضا توصل بها ثم حملة إبراهيم باشا وانتهت الدولة السعودية. واضح كلامي؟ أيضا من عوامل دخول منطقة عسير تحت حكم الدولة السعودية الأولى مساعدة الأشراف الحجاز للدولة السعودية الأولى، مساعدة حاكم الأحساء للدولة السعودية الأولى، جيم اقتناء زعماء عسير ومقدمة عبد الوهاب وأخي محمد بالدعوة الصلاحية، دال جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة ألف واء ولا جيم ولا دال؟ ممتاز، جيم صحيح. طيب إذا طيب، سؤال من هو أو سؤال مؤسس الدولة السعودية الثانية عام 1240 هجرية، هو الإمام من؟ سؤال مؤسس الدولة السعودية الثانية عام ممتاز، تركي بن صحيح، تركي ابن عبد الله، ممتاز تركي بن عبد الله. هذا السؤال لقد تعرضت الدولتين السعوديتين الأولى والثانية إلى حملات عثمانية للقضاء عليها عن طريق واليها على مصر محمد علي باشا، ومن تلك الحملات حملة طوسون باشا فقط، ألف باء حملة إبراهيم باشا فقط، جيم حملة خرشيد باشا فقط، دال حملة طوسون باشا وحملة إبراهيم باشا وحملة خرشيد باشا. الإجابة الصحيحة هي ماذا؟ هي خمس سؤال يا غدا. سؤالي أقول يعني يقول لقد تعرضت الدولتين السعوديتين الأولى والثانية إلى حملات عثمانية للقضاء عليها عن طريق واليها على مصر محمد علي باشا، ومن تلك الحملات حملة طوسون باشا فقط، ألف باء حملة إبراهيم باشا فقط، جيم حملة خرشيد باشا فقط، دال حملة طوسون باشا وحملة إبراهيم باشا وحملة خرشيد باشا. يعني اللي صحيح هو دال، يعني كل يعني الدولتين السعودية الأولى والثانية تعرضت للحملات العثمانية. طوسون طبعا في ابراهيم باشا في الاولى، اما خرشيد باشا كانت في الثانيه، بالاضافه الى حملات اخرى يعني خادم سلطان اسماعيل بكي في الثانيه، لكن احنا ذكرنا فقط يعني هذه الحملات اللي هي اقول يعني ان كل هذه يعني الدولتين السعوديه والثانيه تعرضت لهذه الحملات، حمله طوسون الاولى وابراهيم باشا في الدوله الاولى، وايضا خرشيد باشا كانت في الدوله السعوديه الثانيه. وانا قلت سؤالي تعرض الدولتين السعوديه الاولى والثانيه، ما لم اقل الدوله السعوديه الاولى. أيضا سؤال، كانت عاصمة الدولة السعودية الثانية هي ماذا؟ هي ما هي عاصمة الدولة السعودية الثانية؟ هي الرياض، ممتاز، عاصمة الدولة السعودية الثانية هي الرياض. طيب سؤالي أيضا من المواجهات العسكرية التي دارت بين الدولة السعودية الثانية في عهد الإمام الحسين عبد الله وحكام الأحساء سنة 1245 هجرية، اسم المعركة؟ ألف موجودة موقع السبية، ممتاز إن شاء الله، ممتاز. طيب أيضا سؤال، أول محاولة قامت الدولة الجديدة في نجد بعد سقوط الدولة السعودية الأولى هي التي قام بها؟ ألف عثمان بن معمر، مشاري محمد بن معمر، جيم محمد بن مشاري معمر، دال جلال بن جلال بن محمد. سؤالي واضح. السؤال، أول محاولة لإقامة دولة جديدة في نجد بعد سقوط الدولة السعودية الأولى هي التي قام بها من؟ وليس هو صحيح محمد بن مشاري، وليس مشاري بن معمر، هو محمد يا ناصر، هو محمد بن معمر، محمد بن مشاري بن معمر وليس مشاري، مشاري هو ابن محمد بن معمر الذي تولى يعني جعله والده محمد جعله ماذا أمير الرياض عندما يعني يعني بدأ نشاطه في إقامة الدولة، يعني بدأ نشاطه وبما أنه يعني غادر أو قادم من العيينة
بعد يعني وغادر الدرعيه قبل سقوط الدوله السعوديه الثانيه او يعني في يد ابراهيم باشا. ثم لما انسحب ابراهيم باشا قلنا من المنطقه ايضا انه يعني راودت فكره اقامه دوله جديده، فخرج من العين وتوجه الى الدرعيه ثم بدا نشاطه، وايضا يعني جعل ايضا يعني مشاري هو جعل في الرياض ميلا عن الرياض. اذا محمد بن معمر وليس مشاري. طيب ايضا في المونتاج يعني كانت محاوله معمر ايضا فشلت، وايضا مشاري بن سعود ايضا محاوله ثانيه هي ماذا؟ محاوله مشاري بن سعود. يعني هناك محاولتين، محاوله الاولى قامت بامام محمد بن معمر وفشلت، وايضا محاوله ثانيه محاوله ايضا مشاري بن سعود اخو الامام عبد الله بن سعود اخر حكام الدوله السعوديه الاولى، ولكن ايضا فشلت تلك المحاولتين. والذي اسس الدوله السعوديه الثانيه كما قلنا هو الامام فضل بن عبد الله عام 1240 هجريه. لان سؤال من حكام الدوله السعوديه الثانيه الامام فضل بن عبد الله فقط، الامام فيصل بن تركي فقط، الامام عبد الله بن فيصل فقط، ولا قال الامام تركي بن عبد الله والامام فيصل بن تركي والامام عبد الله بن فيصل؟ الف باء جيم دال الاجابه. واضح؟ اللي دال اللي يعني جميع هؤلاء صحيح معي؟ هنا طيب. ايضا سؤال، لقد حكم الامام فيصل بن تركي زمن الدوله السعوديه الثانيه كم فترة؟ فترة واحدة، فترتين، ثلاث فترات، أربع فترات. سؤال، لقد حكم فترتين، ممتاز صحيح. الإمام فيصل بن تركي حكم لفترتين زمن الدولة السعودية الثانية. أيضا من أيضا نقول أنه يعني أيضا من بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي سنة 1282 هجرية تولى الحكم ابنه الأكبر ولي عهد الإمام من هو؟ هل هو عبد الله بن فيصل او سعود بن فيصل او عثمان بن فيصل او محمد بن فيصل؟ هو من؟ عبد الله، الامام عبد الله بن فيصل. بعد وفاه الامام فيصل بن تركي سنه 1202 هجريه تولى الحكم ابنه الاكبر ولي عهد الامام من هو؟ قلنا من؟ عبد الله بن فيصل. عبد الله بن فيصل. واضح؟ نعم عبد الله بن فيصل. أيضا أقول أنه من أبرز الملامح الحضارية زمن الدولة السعودية الثانية، ألف أن الدعوة الإصلاحية ركيزة اعتمدت عليها أو اعتمد ركيزة أقول طيب أن الدعوة سؤال أقول من أبرز الملامح الحضارية زمن الدولة السعودية الثانية أن الدعوة الإصلاحية ركيزة اعتمد عليها حكام الدولة السعودية الثانية فقط. ب المحافظة على العقيدة ومارست كل من حاول الليل منها فقط. جيم أن نظامها المالي، طبعا الدولة السعودية الثانية، أن النظام المالي وخاصة مصادر الدخل وجود الباب بصفة عامة لم يكن مختلفا عما كان عليه الحال في الدولة السعودية الأولى فقط. دال جميع ما ذكرت ان الدعوه الاصلاحيه ركيزه اعتمد عليها حكام الدوله السعوديه الثانيه، المحافظه على العقيده وماجد كل من حاول الليل منها، ان نظامها المالي وخاصه ان نظامها المالي وخاصه صد الدخل ووجود الباب بصفه عامه لم يكن مختلفا عما كان عليه الحال في الدوله السعوديه الاولى. اذا الاجابه الصحيحه هي ماذا؟ هي فقره دال. صحيح فقره دال يعني جدا. طيب أيضا السؤال، من المعارك التي حدثت في عام 1308 قبيل نهاية الدولة السعودية الثانية هي ماذا؟ معركة طمأنة أو معركة الصريف أو معركة مليدة أو معركة شنانة؟ المليدة صحيح، المليدة. طيب ايضا بالنسبه لي يعني قلنا انه يعني طيب درس مدير الوضع. ايضا بالنسبه لي اعتقد يعني من سؤال من هو مؤسس الدوله السعوديه؟ طبعا قلنا الدوله السعوديه قلنا الثانيه الثالثه لو من سؤال من هو مؤسس الدوله؟ من هو مؤسس الدولة السعودية الثالثة؟ الملك عبد العزيز، ممتاز.
طيب انا في يعني ربما بعض يعني الاسئله ما يعني ربما يعني الدوله السعوديه الثانيه يعني يمكن بعض الاسئله يعني الاسئله ايضا من الاسئله قلت انه من المواجهه يعني ذكر هذه ايضا طبعا. طيب ايضا فيصل بن تركي يعني معلش فيصل بن تركي تعرض الى حملتين فتره حكمه يعني في فتره حكم الاولى يعني ارسلت من قبل محمد علي باشا في مصر ضمن فمن هو قائد تلك الحمله؟ قلنا الحمله الاولى هو قائد من؟ خالد بن سعد اسماعيل بك، والحمله الثانيه هو خورشيد باشا. طيب ايضا ما طبعا بعد ان يعني ايضا سؤال من الذي اجبر محمد علي باشا على الانسحاب من شبه الجزيره العربيه والشام؟ يعني هي طبعا اجبر ماذا بموجب معاهده لندن بين الطرفين يعني يعني سنه 1256 هجريه. ايضا ايضا من حكام الدوله السعوديه الثانيه هو الامير عبد الله بن ثنيان وغيره من ال سعود. فتره حكم بن ثنيان كانت خطيره، لماذا؟ السبب هو عوده كلمه فيصل بن تركي للمملكه في مصر الى ند عام 1259 1259 هجريه. ايضا كم استمرت الفتره الثانيه من حكم فيصل بن تركي لمده 23 سنه؟ مدة تم 23 سنة. أيضا لقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم مع الفصي تواجه ولقد تواجه النبي صلى الله عليه وسلم مع الفصي معارك عدة من أبرز معركة التيمية ومعركة الواغ ومعركة قوان المطر. أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حد النزاع الحكم بين أبنائه، نذكر أبرز شخصين هما عبد الله بن فيصل وإمام الشيخ فيصل. ما هي آخر معركة حدثت في عهد الدولة السعودية الثانية؟ هي ماذا؟ هي معركة هريملة. ما هي آخر معركة حدثت في عهد الدولة السعودية الثانية؟ هي ماذا؟ هي معركة هريملة طبعا 1309، وكانت هذه آخر معركة حدثت بين الإمام عبد الرحمن فيصل وأيضا محمد بن رشيد، وانتهت أراضي عهد الدولة السعودية الثانية وانتهت الدولة السعودية الثانية على يد محمد بن رشيد عام 1309 للهجرة. ايضا قلت انتهت الدوله السعوديه الثانيه كان عام كم؟ 1309 هجريه. ايضا لقد حظيت اللغه العربيه زمن الدوله السعوديه الثانيه باهتمام اكبر مما كان عليه حال زمن الدوله السعوديه الاولى، وهذا صحيح، وذلك بظهور العديد من الكتابات سواء كانت مثريه او شعريه زمن الدوله السعوديه الثانيه. ايضا طيب طيب بالنسبة لي إذا قلنا إذا السؤال يعني قلت المؤسس الدولة السعودية الثالثة أو المملكة العربية السعودية هو الملك عبد العزيز. نعم. أيضا سؤال سؤال لقد استعاد الملك عبد العزيز الرياض سنة كم؟ متى استعاد الملك عبد العزيز الرياض؟ متى استعاد الملك عبد العزيز الرياض؟ سؤال متى استعاد الملك عبد العزيز الرياض؟ سؤال ممتاز. 1319 هجرية. طبعا قلنا ان هناك محاولتين لاستعادة الرياض، الأولى 1318 ولكن الملك يعني لم يتمكن من في هذه المحاولة الأولى من استعادة الرياض، ولكن يعني استفاد من هذه المحاولة ويعني عرف كثير المستجدات في الرياض عندما دخل الرياض وبقي فيها لفترة تقريبا ثلاثة اشهر او شهرين او يعني حدود يعني ثلاثة اشهر، وعرف يعني كثير المستجدات واستفاد من هذا يعني وتوجهت الاهالي، ويعني لذلك كانت المحاوله الاولى هي الدافع للقيام بالمحاوله الثانيه في عام 1319 هجريه والتي تمكن كما قلت من استعاده الرياض. ايضا المحاوله الاولى هي التي كما ذكرنا وقع فيها موقع الشريف في عام 1318، المحاولة الأولى هي التي حدث فيها معركة الصليب، ولكن ليست في الرياض، هي قصيم بين مبارك مصباح أمير الكويت وعبد العزيز بن رشيد في عام 1318، وانتظر فيها بن رشيد مبارك مصباح. طيب أيضا قلنا بالنسبة لي أيضا مؤسس الدولة السعودية الثالثة هو الملك عبد العزيز، قلنا متى ولد الملك عبد العزيز؟ متى ولد الملك عبد العزيز؟ عام 1293
أيضا بعد نهاية الدولة السعودية الثانية ذكرنا أنه يعني من الأماكن التي استقر فيها الملك عبد العزيز هي الكويت بأنها مركز المحتاج إلى عام 2019. إذا قلت المحاولة الأولى 2018 والثانية 2019 التي أيضا قلت عند دارت معركة بين مبارك بن صباح وحاكم عبد العزيز بن رشيد 2018 والقصيم وحي ماذا معركة الصليب. أيضا معركة دارت بين عبد العزيز وعبد العزيز بن رشيد القصيم، معركة البكيرية ومعركة الشنانة ومعركة فرط المهنة، وهذا صحيح معي. أقول من المعارك التي دارت بين الملك عبد العزيز وعبد العزيز بن رشيد القصيم معركة البكيرية ومعركة الشنانة ومعركة فرط المهنة. أيضا من أسباب ضم الملك عبد الكلام واضح معي من أسباب أيضا ضم الملك عبد العزيز الأحساء والقطيف سنة 1330 هجرية أن الأحساء كانت أو أن الأحساء والقطيف نافذة لأهل نجد نحو العالم الخارجي. عجز الدولة العثمانية عن حفظ الأمن في الأحساء والقطيف، أن الأحساء والقطيف كان جزء من الدولة السعودية الأولى أو جزء من الدولة السعودية الأولى في عهدها الأول والثاني، أو نقول أن الأحساء والقطيف كان جزء من الدولتين السعودية الأولى والثانية. أيضا مطيفة الشريف حسين بن علي في الحجاز للتجار النجديين ومنع التعامل معهم، لذلك منطقة الأحساء تمثل نافذة من نجد نحو العالم الخارجي. أيضا كذلك سمح السلطات العثمانية في الأحساء لخصوم الملك العزيز باللجوء إلى مدن الأحساء، وهذا يشكل يعني خطرا أو يعني جانب يعني يستدعي من الملك العزيز الاهتمام به والقضاء عليه. أيضا قلنا من كان يحكم الأحساء عندما أراد الملك يضمها ومتى ضمها كان يحكم العثمانيين. وإذا استعاد الملك عبد العزيز الأحساء عام كم؟ 1331 هجرية، 1314 ميلادي. أيضا قلنا من المعارك دارت بين الملك عبد العزيز وعبد العزيز وبين الملك عبد العزيز من المعارك دارت بين الملك عبد العزيز وأشهد بن رشيد في عام 1333 هجرية، معركة جراب. أيضا وأيضا من المعارك دارت بين الملك عبد العزيز والعجمان قلنا خمسان عام 1333 هجرية، وقتل فيها أخو الملك عبد العزيز سعد بن عبد الرحمن. إذا سؤال أيضا بالنسبة لي يعني أقول أنه يعني طيب أيضا سؤال من الألقاب التي أطلقت على الملك عبد العزيز لقب الإمام فقط، سلطان نجم الحقاطي فقط، ملك الحجاز ونجم الحقاطي فقط، دال الإمام وسلطان نجم الحقاطي وملك الحجاز ونجم الحقاطي. الإجابة جميع مالك صحيح، يعني ألف عفوا دال يعني كل ألف وباء وجيم، يعني الإجابة صحيحة دال، هي كل هذه أطلقت على الملك عبد العزيز، ولكن إذا الملك عبد العزيز يعني ما لم يلقب بالإمام إلا بعد وفاة والده. طيب أيضا من الحملات التي أرسلها الملك عبد العزيز ضم عسير في عام 1340 هجرية كانت في خلافة الأمير فيصل بن عبد العزيز، عبد الله بن جلوي، عبد العزيز بن سعد بن جلوي، سعود بن عبد العزيز. من جاوب؟ الإجابة واضح سؤالي. السؤال قلت من الحملات التي أرسلها الملك عبد العزيز ضم عسير في عام 1340 هجرية كانت بقيادة الأمير فيصل بن عبد العزيز، ألف باء عبد الله بن جلوي، جيم عبد العزيز بن سعد بن جلوي، دال سعود بن عبد العزيز. ممتاز، فيصل الأمير فيصل بن عبد العزيز اللي هو الملك فيصل فيما بعد. يعني قلنا أقول عند الملك عبد العزيز قلت أصل حملته إلى عشرين، الأولى كانت 1338 بقيادة عبد العزيز بن سعد بن جلوي، أما الثانية في عام 1340 كانت بقيادة الأمير فيصل بن عبد العزيز. الإجابة الصحيحة هي فيصل بن عبد العزيز. أيضا من أهداف مشروع الملك عبد العزيز لتحضير توطين البادية ألف القضاء بنسبة كبيرة على النزاعات القبلية فقط، فتشكيل وحدات عسكرية جمعت بين التدريب العسكري والحماس الديني فقط، جيم تسهيل مهمة الحكومة المركزية في إشراف الأمن واستهداف والقضاء على الظلم فقط، دال جميع ما ذكر. طبعا يعني مو بجانب الجميع، أقصد يعني ماذا أنه يعني أنه يعني تكرار ما ذكرت يعني أو يعني في ما يجي السؤال ما يجي فيه ترى الإجابة الجميع ذكر، أنا متكرر ألف وباء وجيم ودال عفوا ألف وباء وجيم، واضح كلامي؟ ها كلامي واضح صحيح معي؟ طيب
جدا يعني ما نكررها نقول أيضا أيضا السؤال يعني أيضا عندما دخل المكتب الحجاز أمر بتشكيل مجلس الأهلي يتولى إدارة شؤون الحجاز والصحة العامة، وبعد أحد إلى حال المجلس نظر في أمور عدة منها الأمن وأيضا كذلك الصحة والمحاكم والأوقاف، هذا صحيح. إيه نعم. إذا سؤالي يعني أقول أنه يعني هذا يعني طيب سؤال أيضا من الخطوات التنظيمية المهمة التي تخدمك من الخطوات أو يعني أو سؤال قبل ذلك يعني قد متى تم توحيد البلاد في عهد العزيز وأطلق عليها اسم المملكة السعودية. سؤال قد تم توحيد البلاد في عهد الملك عبد العزيز وأطلق عليها اسم المملكة العربية السعودية سنة كم؟ 1300 وكم؟ سؤال معي سؤالي سؤال معي لو سمحتوا. ممتاز 1351 هجرية 1351 هجرية نعم. أيضا سؤال إن أيضا تمكن العلمي من توحيد وضم المخلات السليماني للجازان، وذلك بعد أن عقد مع الحسن الدينيس اتفاقية مكة عام 1345 هجرية. وذكرنا ذلك أيضا ظلت العلاقات بين الحسن الدينيسي والمكتب الجديد، ثم سند الحسن الدينيسي إدارة جازان إلى المكتب الجديد، وكان ذلك في عام 1349 هجرية. وبذلك تم توحيد جازان أو المخلات السليماني عملية مع بقية المناطق السعودية. وأيضا يعني من كان يحكم الحجاز عندما أراد توحيدها أو ضمها هو الشريف حسين بن علي التابع رسمي للدولة العثمانية. أيضا من المعارك الدار بين الفرز والشريف حسين بن علي معركة ماذا؟ معركة تربة سنة 1337 هجرية بين قوات الفرز وقوات الشريف حسين بن علي بقيادة عبد الله الحسين. أيضا بعد هزيمة الشريف حسين بن علي أمام قوات عبد العزيز في معركة تربة سنة 1337، ما هي ردة فعل الشريف؟ هو أنه الشريف حسين هو منع الابنين من الحج. أيضا متى ضم الفوز الحجاز؟ يعني البدء الضم هو سنة 1340، ولكن يعني تم إنهاء حكم الأسرى الحجاز في عام 1344. إذا متى ضم الفوز الحجاز؟ عام 1344 هجرية. يعني أيضا لقد كنا حاصر الملك عبد العزيز مدينة جدة لمدة سنة تقريبا، وعسكر في وين؟ قلنا في وين؟ أين عسكر؟ في الرغامة. عسكر في الرغامة على مقربة من جدة. أيضا من الحجر التي أنشأها الملك عبد العزيز لتغذية البادية، عدم الحجر ومن يعني القطاوية والقطرة وغيرهما. أيضا طيب أيضا من المواجهات العسكرية التي تمت بين الملك عبد العزيز وأيضا وهي ما تصبح أفضل أمثلة من السفر بالنسبية. نعم طيب سؤال متى أنشأ مجلس الشورى سؤال لقد أنشأ مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية في عهد من؟ سؤال صحيح أنت تسأل عن وزارة المالية. نعم إنشأت وزارة المالية إنشأت في عام 1300 أو تحولت وكالة المالية إلى وزارة في عام 1351 هجرية. نعم وزارة المالية تحولت إلى عفوا وكالة المالية تحولت إلى وزارة عام 1351 هجرية. سؤال لقد أنشئ مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية في عهد من؟ الملك من؟
عبد العزيز ممتاز في عهد الملك عبد العزيز. طيب أيضا من القطاعات التي حاضرت في اهتمام بالغ من قبل المفترضين نظرا لمسألة الوثيق بحاجة المواطنين، التعليم فقط، الرعاية الصحية فقط، المياه والزراعة فقط، أو التعليم والرعاية الصحية والمياه والزراعة؟ الإجابة الإجابة جميع ما ذكر أو دال. نعم. طيب أيضا من الوزارات اللي طبعا ذكرت فيها المالية، أيضا من الوزارات اللي انشأت فيها الملك العزيز هي ماذا؟ من الوزارات اللي انشأت فيها الملك العزيز ماذا؟ وزارة المالية. أيضا عندما أيضا قلنا أيضا نعم أيضا سؤال، عندما رمى الملك الحجاز في عام 1344 هجرية أصدر أول عملة، وذكرنا هذا بالأمس، في تلك السنة كانت من ماذا؟ من أول عملة أصدرها الملك عبد العزيز عام 1344 هجرية كانت ماذا؟ من النحاس كلها. عندما رمى الملك الحجاز في عام 1344 هجرية أصدر أول عملة في تلك السنة وكانت من النحاس. واضح كلامي؟ صوت واضح؟ طيب سؤالي طرحته واضح، قلت أنه لا يعني من العملات أو قل أنه عندما ضم الملك عبد العزيز الحجاز في عام 1344 هجرية أصدر أول عملة في تلك السنة وكانت من ماذا؟ من النحاس. ممتاز. أيضا سؤال، لقد إنشأت وزارة الداخلية في عهد الملك من؟ وزارة الداخلية في عهد الملك من؟ عبد العزيز عام 1370 هجرية. المالية كان ذكرنا أنها انشأت عام كم؟ 1351 أيضا. نعم في عهد الملك عبد العزيز. أيضا من الألقاب التي أطلقت على الملك عبد العزيز في العديد من المناسبات والعديد من مراحل التوحيد وبناء الدولة، لقب سلطان نجم حقاتها وفقط، وملك عزيز ونجم حقاتي فقط، ملك عزيز ونجم حقاتي فقط، أو دال جميع ما ذكر. معي في المعرفة. أيضا من الخطوات التنظيمية الأمور المالية التي قام بها الملك عزيز هي إنشاء مديرية المالية العامة فقط، تحويل مديرية المالية العامة إلى وكالة المالية فقط، تحويل وكالة المالية إلى وزارة المالية فقط، أو جميع ما ذكر. جميع ما ذكر دال. ها طيب، من العملات النقدية التي صدرت في عهد الملك العزيز عملة نحاسية فقط، ريال العرب السعودي من الفضة فقط، إصالات الحجاج فقط، أو جميع ما ذكر؟ ترى لما أقول جميع ما ذكر يعني في تكرار، يعني بتكرر نفس الألف وباء وجيم في دال. أيضا انطلاقا من اهتمام الملك عبد العزيز بالتعليم، أمر بعد ضم الحجاز سنة 1344 هجرية مباشرة بإنشاء ماذا؟ مديرية المعارف العمومية، وكالة المعارف، وزارة المعارف، وزارة التعليم العالي. ألف باء جيم دال. واضح سؤالي؟ سؤال واضح؟ ممتاز. ألف اللي هي مديرية المعارف العمومية. أيضا من الكليات الانشئت التي انشأت فيها الملك عبد العزيز كلية الشريعة بمكة فقط، ألف باء كلية المعلمين مكة فقط، جيم كلية الشريعة بالرياض فقط، أو دال كلية الشريعة مكة وكلية المعلمين مكة وكلية الشريعة بالرياض؟ والإجابة الصحيحة هي فقرة جميع أو دال. نعم. أيضا لقد إنشأت وزارة الداخلية في عهد الملك من؟ الملك فهد والفيصل عبد العزيز خالد وسعود. متى انشات وزارة في عهد الملك العزيز؟ نعم. ايضا وزارة الصحة انشات في عهد من؟ والصحة في عهد من؟ الصحة في عهد ايضا من؟ الملك. مستقبل انشات وزارة الصحة في عهد الملك. واضح السؤال؟
وزارة الصحة أنشأت في عدمان. أنشأت وزارة الصحة في عهد الملك عبد العزيز. لقد أنشأت وزارة الصحة في عهد الملك عبد العزيز 1370. قلت لكم أن وزارة الداخلية ووزارة الصحة أنشأت في سنة واحدة عام 1370 هجرية. إذا وزارة الصحة أنشأت في عهد الملك عبد العزيز كما مثل إذا قلت الداخلية في عام 1370 هجرية. واضح كلامي الخضيري؟ ها؟ واضح يا صالح؟ طيب أيضا من الخطوات التنظيمية أمام ما تقدم بعيد الحفظ الأمن في البلاد قلنا ماذا؟ إنشاء مدير الشرطة العامة سنة 1344 فقط، تحويل مدير الشرطة العامة إلى مدير العام للأمن فقط، جيم إنشاء وزارة الداخلية فقط أو دال جميع ما ذكر. واضح كلامي معي؟ ممتاز جميل. طيب ايضا من القطاعات التي حظيت باهتمام بالغ من قبل الملك عبد العزيز نظرا للمساس الذي يحاسب المواطنين التعليم قلنا فقط ما ادري كيف جاوبناه ذكرناها الرعايه الصحيه فقط المياه والزراعه فقط طبعا التعليم والرعايه الصحيه وجيب من ذلك التعليم والرعايه الصحيه والمياه والزراعه. واضح؟ أيضا سؤال متى أنشئت مؤسسة النقد العربي أو سؤال لقد أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1371 هجرية وكان ذلك في عهد الملك من؟ الملك من؟ عبد العزيز. ممتاز. طيب ايضا لقد سيقول يعني بان توكيد المملكه يعني كم صدر عمر الملك عبد العزيز بتوكيد البلاد باسم المنتخب السعودي في سنه كم قلنا 1351 هجريه. الملك عبد العزيز لما ضم في الاحساء عام يعني 1300 استجد مصدر او تم استحداث مصدر استجد مصدر مصادر دخل الدوله والجمارك ايضا لما ضم حجاز عام 1344 يعني استجد مصدر دخل الدوله وماذا الحج. ايضا قلنا انه الملك من اول الخطوات التنظيميه للامور الماليه اتخذها الملك عبد العزيز سنه 1344 ايضا ضم الحجاز مباشره انشاء اداره ماليه. وايضا في عهد الملك عبد العزيز تحولت من المديريه الماليه الى وكاله ثم الى وزاره عام 1950. اي نعم بالنسبه ايضا يعني ايضا اهتمت بالتعليم والتكريكرات التي قام بها بعد ضم الحجاز انشاء مديريه المعارف العموميه سنه 1340 فتح المعهد السعودي لتخريج مدرسين افتتاح كليه للشريعه وكذا كما كلية المعلمين مكة وأيضا إنشاء كلية الشريعة بالرياض أيضا أيضا بالنسبة للأمن تم تعديل من الناحية الأمنية وفي هذا المجال قام بتنظيمات عدة منها إنشاء مدير الشرطة العامة فتح مدرسة الشرطة وإنشاء وزارة الداخلية وقلنا أنها في عام 1370 وذكرت هذا. أيضا بالنسبة للجيش يعني يعني ما تم في ذلك يعني أنه يعني يقول أن النقلة الكبيرة في تاريخ النهضة الجيش العربي السعودي بدأت عام 1963 عندما حولت وكالة الدفاع إلى وزارة. نعم الزراعة أيضا يعني حظي قطاع المياه والزراعة في عهد الملك السعودي باهتمام لذلك قام بإنشاء مجلس الزراعة سنة 1960 بناء السدود إقامة مشروع الخد الزراعي وغيره. أيضا أيضا الرعاية الصحية كانت في مقدمة اهتمامات الملك عبد العزيز لذا قام بإنشاء مديرية الشؤون الصحية لأن تحولت مديرية الشؤون الصحية أو مصلحة الصحة كما قلنا إلى العامة إلى وزارة في عام 1970. ومن أمثلة اهتمام الملك عبد العزيز كما قلت بالصحة والرعاية الصحية للمواطنين
شكلت فرق طبية كانت تجوب أنحاء البلاد ومغارب البادية لتقديم الرعاية الصحية لهم ودخلت الحمام أيضا في يعني شيء بالرعاية الصحية مثل كل الحجاج في معشاء المستوى المقدس أيضا. البنة توفي الخزاجي رحمه الله عام 1373 هجرية. نعم. وأيضا بعد وفاة الملك عبد العزيز تولى بعد خلفه ابنه الملك سعود، ومن أبرز الإنجازات في عهد الملك سعود توسعة الحرم الشريفين، أيضا كذلك اهتمامه في سعيه للتضامن العربي الإسلامي إذا ذكرنا ذلك أيضا. نعم. أيضا الملك فيصل برجع بعد قليل يسأل أيضا ولد في مدينة الرياض أيضا وفي شهر صفر أول الملك سعود عام 1319 ولد وفترة حكمه عام 1300 وثلاث سبيل 1384 الملك سعود أيضا الملك فيصل من فترة حكمه عام 1384 1395 الملك فيصل أيضا يعني تولى الملك فيصل بن عبد العزيز العديد من يعني من المناصب قبل أن يكون ملك البلاد، ومن تلك المناصب تعيينه قبل والده نائب عن الإعجاز، تعيينه رئيس مجلس الشورى، تعيينه وزير خارجية، أيضا تلك المسؤولية تولاها الملك فيصل قبل مبايعته وملك البلاد عام 1384 يعني طبعا قبل توليه المسؤولية تولى قبل توليه الحكم. أنه كان رئيس مجلس الشورى أنه رأس مجلس الشورى وزارة خارجية وهذا صحيح، أو يعني اليوم تولى مجلس الشورى وزارة خارجية. أيضا الملك خالد يعني قلت الملك خالد ولد عام 1303 هجرية، ومن يعني الأعمال التي يعني تولاها قبل يعني تولي الحكم في عهد والده منها مرافقة والده في بعض المعارك بالنسبة له والدبد وصار جدة. أيضا مثل والده في توقيع الطائف كما قلت بين الحكومة السعودية وبين مثل والده في توقيع اتفاقية الطائف بين والده عفوا مثل والده في توقيع اتفاقية الطائف بين الحكومة السعودية والحكومة اليمنية عام 1350 هجرية. أيضا عين الأمير خالد بن عبد العزيز طبعا قبل تولي الحكم من قبل والده المستشار الأخير الأمير فيصل بن عبد العزيز، عندما كان الأمير فيصل نائب الوالد في الحجاز تولى أيضا الأمير خالد إمارة مكة نائب الأخير الأمير فيصل مدة من الزمن. أيضا كما ذكرنا بين خالد يعني الملك للمملكة السعودية عام 1350 وتوفي عام 1402 رحمه الله. أيضا الملك فهد تولى يعني فترة حكم من عام 1402 إلى عام 1426 من أبرز أعمال الملك فهد توسعة الحرم الشريفين، إنشاء مجمع الملك فهد يطلع المصحف الشريف المدينة المنورة، شهد كثير من القطاعات في ذلك التعليم والصحة والزراعة والمواصلات والصناعة التطوير والتحديث، استحداث وزارة جديدة مثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الخدمة المدنية كيف رحمه الله في عام 1426 هجرية. كما ذكرت أن من أبرز أعمال الملك فهد توسعة الحرمين الشريفين، أمر بناء مجمع لطباعة المصحف الشريف وأطلق عليه اسمه. أيضا أشاهد كثير من القطاعات في عهد التطوير والتحديث كالتعليم والصحة وغيرها، وهذا تحديد المملكة. الملك عبد الله بن عبد العزيز ولد سنة 1343 هجرية، يعني من أبرز يعني من المهام التي سمت إليه يعني هي تولي إحداث الحرس الوطني منذ عام 1382 هجرية. أيضا في عام 1395 عين نائب الحج رئيس مجلس الوزراء ويا ملك المملكة في عام 1526 صدر أمر كريم صدر أمر بالملك عبد الله بإنشاء البيعة في عام 1427 هجرية، توفي رحمه الله عام 1436 هجرية. إذا من أبرز أعمال الملك عبد الله بن عبد العزيز انضمام انضمام المركب السعودية المنظمة التجارة العالمية، إنشاء المنطقة الاقتصادية، توسع في برنامج البحث الخارجي وهذه كلها يعني ويعني من تقرير الموحد وأطرح بعض الأسئلة مع أي واضح ثم أي طيب معي طيب
إذا قلت هذا السؤال أنه يعني ما لأنه من الإنجازات التي تمت في عهد الملك عبد الله بن العزيز كما قلت لشهادة الاقتصادية فقط أو انضمام المملكة السعودية لمنظمة التجارة العالمية فقط أو تأسيس العديد من الجامعات والكليات الجامعية في كافة أنحاء المملكة فقط أو جميع ما ذكرته. معي السؤال الإجابة نبغى الإجابة. الإجابة هو لو أعيد السؤال. السؤال صوت واضح. صوت واضح معي. طيب طيب نبغى الإجابة. الإجابة قلنا صحيح. الإجابة هي ماذا؟ هي دال. صحيح. يعني قلنا أن من الإنجازات التي تمت في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز إنشاء عدالة اقتصادية ضمن المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية تأسيس العديد من الجامعات والكليات وتأسست العديد من الجامعات والكليات الجامعية في كافة أنحاء المملكة فقط. دال جميع ما ذكره هو صحيح. أيضا السؤال إذا نعود إلى الذي لقد عقد الملك عبد العزيز مؤتمرا في عام 1348 هجرية قرر من خلاله معاقبة الإخوان لإخلالهم بالأمن وخروجهم على إمام المسلمين وكان ذلك في مدينة قلنا الرياض أو شقراء أو شقراء أو طائف. إجابة ممتاز. شلون ما تعرف السؤال؟ ما نعرف إجابته. شلون ما تعرف جاوبت؟ يعني سؤالي أنا سؤال يعني واضح سؤال. طيب شلون جاوبت الأول؟ أي أول سؤال؟ آخر واحد كلامي ولا؟ يعني مهي بارحة محمد عبد الله؟ لا يعني مهي بارحة يعني كيف يعني؟ كنت من الجلسة التمسي عن يعني عبد الله بن عبد العزيز إنشاء عدة من الاقتصادية هذا صحيح. انضمام من المملكة السعودية لمنظمة التجارة العالمية وهذا صحيح. تأسست العديد من الجامعات وكلية الجامعية في كافة أنحاء المملكة وهذا صحيح. يعني كلها صحيحة. إذا الإجابة الصحيحة ماذا؟ هي دال. واضح كلامي أو جميع ما ذكرها يعني اللي ذلك تكرار ما ذكر واضح. طيب أيضا سؤال قلت يعني السؤال الأخير صحيح الإجابة الشارع صحيح الإجابة إجابة يعني نفس اللي هو هذه مهودة أيضا يعني هي صحيح مدينة الشارع ودة الشارع. أيضا سؤال لقد تحول تحولت مديرية المعارف العمومية إلى وزارة المعارف تعنى بشؤون التعليم وكان أول وزير المعارف أو التعليم قبل توليه الحكم هو من؟ من هو؟ ممتاز أحسنت يا صالح هو الملك فهد أو الأمير فهد. طبعا الأمير فهد قبل توليه الحكم هو أول وزير المعارف هو الأمير فهد بن عبد العزيز. طيب أيضا ذكرت أن قلت أنه يعني من المهام التي تولاها الملك فيصل قبل بعثة الملك للمملكة السعودية قلت يعني مثل توليت مثل يعني مثل يعني وزارة الداخلية وزارة الصحة هذا مثل فقرة باء مثل رئيس مجلس الشورى وزارة الخارجية باء مثل يعني فقرة جيم وزارة الزراعة وزارة المواصلات أو دائما وزارة المعارف وزارة المالية. واضح سؤالي؟ سؤالي واضح. واضح السؤال. السؤال واضح. طيب قلت أقول من المهام التي تولاها الملك فيصل قبل مبايعته ملكا للمملكة العربية السعودية ألف وزارة الداخلية وزارة الصحة باء رئيس مجلس الشورى وزارة الخارجية جيم وزارة الزراعة وزارة المواصلات دال وزارة المعارف وزارة المالية أيهما أصح؟
واضح يا هدى، والجميع صالح. ناصر هاله واضح. طيب الإجابة ممتازة، الإجابة ب. نعم، اللي هو رئيس مجلس الشورى وزارة الخارجية، هذه المهام تولاها الملك ياسر قبل مبايعة الملك للمملكة العربية السعودية. نعم. أيضا طيب أيضا من الأسئلة، قلت أنه لقد أدركنا العزيز وأدركنا بإذن الله التذكرة، أو طيب قوي يعني، أو قبل مثل السؤال طيب، وزارة الدفاع أنشأت في عهد من؟ الملك من؟ وزارة لقد أنشأت وزارة الدفاع في عهد الملك من؟ الملك عبد العزيز. ها؟ أنشأت وزارة الدفاع في عهد الملك عبد العزيز، أنشأت أقول كان انضمام المملكة السعودية لمنظمة التجارة العالمية في عهد من؟ كان انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في عهد الملك من؟ الملك من؟ بسرعة. ها؟ هو جاوب أنا عشان الوقت. عبد الله صحيح. عهد الملك عبد الله. أيضا أنشئت هيئة البيعة واللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة في عهد الملك من؟ قلت قبل قليل الملك من؟ الملك عبد الله بن فهد. ممتاز الملك عبد الله صحيح. أيضا كنت أقول لقد حرص الملك عبد العزيز رحمه الله على إقامة علاقات متوازنة مع القوى الموجودة في المنطقة، لذلك عقد اتفاق الدارين سنة 1334 مع من؟ الجرمانية ومع الدولة العثمانية أو مع بريطانيا أو الهجيم أو الولايات المتحدة مع بريطانيا. ممتاز. طيب أنا أقول أن يعني سؤال، لقد بايع الند الملك عبد العزيز يكون ملكا عليهم وأصبح له ملك الإجاز وند وملحقاته، وكان ذلك في عام كم؟ سؤال، لقد بايع أهل نجد الملك عبد العزيز ليكون ملكا عليهم وأصبح لقبه ملك الحجاز وند وملحقاته، وكان ذلك في عام كم؟ يمكن صعب السؤال هذا، أذكر سنوات؟ لا ليس 44. لقد بايع أهل نجد الملك عبد العزيز ليكون ملكا عليهم وأصبح لقبه ملك الحجاز وند وملحقاته، وكان ذلك في عام 1300 كم؟ 45 صحيح، 1345. هنا يعني هل الإجابة 1340 أو 45 أو 51 أو 73؟ الإجابة الصحيحة 45. قلنا أن يعني 1340 بايع الحجاز ملك عليهم وأصبح لقبه ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاته، في سنة 1345 بايع أهل نجد ملكا عليهم فأصبح لقبه ملك الحجاز ونجد وملحقاته. هنا طيب إذا قلت أو ذكرت قلت كانت الرعاية الصحية في مقدمة اهتمامات الملك العزيز الذي قام في هذا الجانب بإنشاء مديرية الشؤون الصحية فقط، تشكيل فرق طبية تجوب أنحاء البلاد ومناطق البلاد تقديم الرعاية الصحية للسكان فقط، تخويل مديرية الشؤون الصحية إلى وزارة للصحة فقط، أو جميع ما ذكر اللي دا للتكرار. دا الإجابة الصحيحة هي ماذا؟ ألف الإجابة، أي إجابة صحيحة؟ جميل طيب ممتاز. أيضا من الخطوات التي اتخذها المملكة العربية السعودية لتأسيس الجيش السعودي إنشاء مديرية الأمور العسكرية فقط، إنشاء رئاسة الوكالة العامة، إنشاء رئاسة الوكالة الحربية فقط، إنشاء وزارة الدفاع فقط. د جميع ما ذكر. إذا الإجابة الصحيحة د جميع ما ذكر. نعم. طيب. أيضا كانت الأوضاع الدينية والعلمية في نجد قبيلة دعوة الشيخ عبد الوهاب وقيام الدولة السعودية الأولى، إذا نقول هناك ماذا؟ مزاولة شعار الدين فقط، جهل فقط، انحراف وبدع فقط، او دع المزاولة شعار الدين وجهل وانحراف وبدع. وسؤالي ارجع قليلا الى اوضاع الدوله، اوضاع البلاد قبل قيام قبيل دعوة الشيخ عبد الوهاب وقيام الدوله السعوديه الاولى. اذا الاجابه الصحيحه هي ماذا؟ هي دع صحيح. احسنت، يعني كان هناك مزاولة شعار الدين وكان هناك جهل وكان هناك انحراف وبدع. يعني هنا طيب يعني أيضا من أبرز النتائج التي أخذ أنظمة الدولة السعودية للمنطقة الإحساء، سعي نفر الدولة
السعودية الأولى فقط أصبح فريق واحد من السعودية السياحية في تلك المنطقة فقط، تمكن الدولة من الوصول إلى البحر فقط أو دال أو دال جني مالك. إجابة الإجابة هي ماذا؟ دال جني مالك. أعتقد إن كان هذه إجابة الحضيرين عندك. أيضا سؤال، عندما أنشئ المجلس الاقتصادي الأعلى في عهد الملك فهد بن عبد العزيز الرئاسي إلى من؟ إلى عندما أنشئ المجلس الاقتصادي الأعلى في عهد الملك فهد بن عبد العزيز أسندت رئاسته إلى من؟ إلى من؟ إلى من؟ من جاوبني ولا أقول الخيارات؟ واضح سؤالي أو أعيد؟ واضح سؤالي معي أو أسأل ثاني أو واضح كلامي؟ السؤال واضح؟ طيب أعطيكم خيارات. طيب سؤال نسيت صحيح. طيب أقول أنه عندما أنشئ المجلس الاقتصادي الأعلى في عهد الملك فهد بن عبد العزيز أسند رئاسته إلى ألف ولي عهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز، باء الأمير سلطان بن عبد السلطان بن عبد العزيز، جيم الأمير نايف بن عبد العزيز، باء الأمير سلمان بن عبد العزيز. الملك ممتاز أسند إلى ولي عهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز صحيح. طيب يعني تقريبا يعني تقريبا احنا يعني راجعنا يعني كلها تقريبا اسئله المنهج والمقرر يعني اللي راه مهمه، وان شاء الله تعالى يعني اتوقع يعني ان شاء الله تعالى يعني لكم ان شاء الله التوفيق، ويعني اختتامكم باذن الله تعالى تستفيدوا من هذه يعني يعني هذه اللقاءات الثمانية وما دار فيها من نقاشات، وأيضا يعني استعراض ضمن المقرر ويعني أبرز الأحداث في سواء في الدولة السعودية الأولى أو الثانية أو الثالثة، ويعني ركزنا على بعض الأحداث فيها وطرحنا كثير من الأسئلة في هذه اللقاءات، فهي كما قلت مهمة ومفيدة، وإن شاء الله يعني أنا سأكد بإذن الله تعالى من خلال إجاباتكم إن شاء الله أنكم يعني بإذن الله تعالى سوف تحتاجون المادة إن شاء الله تعالى وبالتفوق إن شاء الله تعالى، أتمنى وأتمنى ذلك إن شاء الله يعني متأكد إن شاء الله يعني طبعا هناك يعني أنا سلمنا عدد من النماذج للقسمة في اختبارنا. والله أنا يعني بالنسبة يعني التواريخ يعني ما كثرت التواريخ، لكن احيانا يعني التواريخ انا بزيد انا ساكن ان شاء الله لكم يعني تواريخنا يعني واضحه والتواريخ المهمه ذكرتها، واحيانا انا اذكر تاريخ السؤال للتوضيح يعني مثل يعوش الفائدة يعني مثل أقول مثل كمثال مؤسس الدولة السعودية الثانية عام 1240 هجرية هو الإمام يعني ما قلنا هو ترك بن عبد الله يعني إجابة ترك بن عبد الله أو فيصل التركي ولا ما اللي هو ترك بن عبد الله مؤسس الدولة السعودية الثانية هو الإمام ترك بن عبد الله عام 1240. فأحيانا أذكر السؤال في عفوا أذكر تاريخ السؤال كما يقال أن التاريخ بدون تواريخ ليس فائدة، لكن يعني أحيانا مثل ما أذكر التاريخ السؤال لي يعني للفائدة هو للتوضيح أكثر. أيضا ربما أيضا أحيانا أذكر الإجابة يعني للتواريخ في الإجابات يعني مثل كمثال قلت مثل من يعني من خيارات كمثال أو يعني قلت من الخطوات التنظيمية المهمة التي تخدم في تسجيل الحفظ العام في البلاد هي مثل كما يعني هي مثل ألف إنشاء مجلس الشرطة العامة سنة 1340 هجرية فقط، تخويف مجلس الشرطة العامة المدير العام الأمن فقط، إنشاء وزارة الداخلية فقط. طبعا قل هذه كلها يعني ما هي توضيح يعني متى أنشأت مجلس الشرطة العامة يعني قلنا الإجابة الصحيحة ماذا هي دال وينام.
يعني ما فيها تقريبا يعني تواريخ واجب. قال يعني طبعا هناك في زائدة نماذج المسلمين، قال من ثلاث نماذج اللي هو فصل بديل وتكميلي، ثلاث نماذج منها يعني سلم لهم. فإن شاء الله نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، ويعني يعني التواريخ يمكن ترى التواريخ ما في تواريخ واجد يعني في الإجابة بالنسبة للفصل. ما أدري رغم الفصل ما أدري يعني أتوقع يعني معي ها يعني الفصل ترى يمكن ما في يعني تاريخ تواريخ، مو ما في تواريخ، في تواريخ لكن يعني إنها يمكن الإجابة اللي يعني محصورة أقول يعني التواريخ يمكنها فهمتوا يعني ما في تاريخين أو ثلاثة كذا فقط يعني إذا، واللي ما يعرف هذه التواريخ لا يستحق النجاح في المادة يعني كإجابة سؤال وعلى يعني والتواريخ المذكورة، اللي ما يعرف يعني التواريخ اللي وردت فأنا أعتقد أنه لا يستحق النجاح في المادة. وادخل ان شاء الله هذا بالنسبه لل وش الاختبار الفصلي، الاختبار الفصلي يعني فيه البديل ايضا، البديل ايضا يعني يمكن ايضا لا شك ان فيه ايضا وردت يعني فيه ايضا كذلك يعني خيارات او يعني تواريخ يمكن نفس ثلاثه تواريخ او اربع تواريخ ما ادري بالضبط، لكن يعني اتوقع ان كلها يعني متقاربه الى حد ما يعني ما في تواريخ كثيره. نعم يعني كلها يعني طبعا مو بذات يعني تكون ابن المنزل يعني اذا اقول يعني تقريبا يعني مو يعني اذا. فان شاء الله تعالى نتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح. طيب هل احد عنده سؤال او استفسار؟ وانا اشكر لكم يعني دخولكم يعني في هذه اللقاءات، وان شاء الله انها تكون ان شاء الله مفيده. ويعني اتمنى ان شاء الله انكم تشدوا حيلكم وان شاء الله تستفادوا من هذا الماده. ما ادري بعضكم عن راسب او ما اخذها ابد او يعني حدث الماده ما ادري ظروفكم، لكن ان شاء الله اتمنى ان شاء الله يعني ان يعني انكم تستفادوا الماده، لان احتمال ربما يعني احتمال اني ما يعني ادرس يعني الماده مره اخرى بشكل خصوصي يعني اذا كان في يعني طلب مني لا فيمكن ما اعتذر عن هذا يعني تدريس الماده. ان شاء الله يجيكم يجيكم واحد افضل مني ان شاء الله تعالى، وان شاء الله تجتازون انتم ان شاء الله ما تحتاجون ان شاء الله احد يجيكم يعني، لكن يعني يقول يعني انا اقول لو ما تاخر احد يمكن احتمال كبير اني ما احد ادرس الموضوع. طيب هل في هناك اسئله او استفسار او يعني شيء مو واضح؟ ان شاء الله تعالى ان شاء الله. يعني طيب في هل هناك أسئلة شيء يعني بعد مثل فيه يعني ربما يعني أحد عنده سؤال أو استفسار حول المادة؟ طبعا هو مثل ما قلت لكم شنو نعم صحيح، أنشئ مجلس الشورى أنشئ في عهد الملك عبد العزيز أي عام 1345 هجرية، 1345 هجرية، وقلت وقلت يعني أن أسندت رئاسة مجلس الشورى إلى، وعندما تم إنشاء أسند الملك عبد العزيز رئاسته إلى ابنه الأمير فيصل بن عبد العزيز، يعني وذكرنا ذلك يعني أن يعني من المهام أو الأعمال التي أسندت الأمير فيصل بن عبد العزيز قبل تولي الحكم ماذا يعني أنه يعني هو أنه النائب العنوان في الحجاز وأيضا رئاسة مجلس الشورى وأيضا ووزير الخارجية، كل هذه من الأعمال والمهام التي تولاها قبل تولي الحكم وكلها ماذا في عهد والده، يعني الوزارة الخارجية 43 أشياء الملك أيضا مجلس الشورى 345 أيضا نائب العنوان في الحجاز بعد ضم المركز الحجاز في عام 1344 هجرية عينه الملك عبد العزيز نائب عنه في الحجاز. واضح؟ الداخلية أنشأت عام 1370 هجرية في عهد الملك عبد العزيز 1370 هجرية في عهد الملك عبد العزيز. الداخلية والصحة كلها أنشأت في سنة واحدة 1370 هجرية. الداخلية والصحة كلها في سنة 1370 هجرية. 1370 هجرية نعم.
طيب هل هي سيارة أو سيسار؟ لا الملك سلمان ما في شيء طبعا. تبغون اعطيكم نبذه عن الملك سلمان؟ يعني الملك سلمان يعني ما في شيء، لان يعني الملك سلمان حفظه الله يعني طبعا هو داخل يعني في المقر المسجل فيه، ويش اللي فيه مسجل ضمن ويش اللي يعني اللي المسجل في عمل التعليم عن بعد مسجل 30 حلقه، يعني ما كان يعني في يعني الملك سلمان. لكن الملك سلمان يعني انك قلنا انه طبعا ولد اخو الملك سلمان ودعاه بعد 345 هجريه حفظه الله، ايضا من الاعمال التي تولاها هي اماره منطقه الرياض، حيث تولى اماره منطقه الرياض عام 1373 هجريه بالانابه، ثم تم تعيينه يعني رسميا عام 1374 هجريه يعني بمرتبه وزير، واستمر امير لمنطقه الامير لاماره منطقه الرياض لمده اكثر من 5 عقود. في عام 1332 هجريه تمت يعني ما تعيينه وزيرا للدفاع بعد وفاته الأمير سلطان بن العزيز. في عام 1433 عين ولي العهد بعد وفاة الأمير نايف. في عام 1436 تمت مبايعته ملكا للمملكة العربية السعودية، وذكرنا أن هذا الإنجاز يعني أن تم يعني في عهد الملك سلمان يعني شهدت المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في كثير من المجالات، سواء كافة المجالات، سواء كانت السياسية، الاقتصادية، العسكرية، الأمنية. نعم. طيب هل هناك استفسار او يعني هل هناك يعني في استفسار شيء؟ طيب نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والسداد والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.